شركة طلابية بجامعة السلطان قابوس عملت على ابتكار حذاء طبي ذكي يستهدف الناس عامة ومرضى السكري بشكل خاص. يعمل الحذاء الطبي على تقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات بعض الأمراض كمرض الغرغرينة الذي قد يكون الخطر الأكبر على المصاب بمرض السكري. يتم ذلك عبر محاربة مسببات المرض قبل حدوثها وكشف الإصابة في مراحل مبكرة، مما يسهم في رفع احتمالية استجابة المرض للتدخل العلاجي. جاء نظام فرد الذكي المبتكر الذي يحتوي على 5 مستشعرات وجهاز اهتزاز وشريحة توزيع ضغط. جميع هذا النظام مربوط بتطبيق إلكتروني وموجود في الحذاء الذي يصمم خصيصا لقدم المصاب، قدم مريض السكري. هذا النظام المبتكر حصلنا عليه براءة اختراع مسجلة في وزارة التجارة، كما أن لهذا الاختراع له أهمية ويستهدف مريض السكر والمصاب بالسمنة من خلال بعض المستشعرات الموجودة. ومريض السكر وخصصت له 3 مميزات أساسية في هذا النظام، من خلال جهاز الاهتزاز وشريحة توزيع ضغط وقياس درجة الحرارة الذي يكشف مرض الاعتلال العصبي في أول مراحله. أما بالنسبة لشريحة توزيع الضغط فهي توزع ضغط الجسم على جميع مناطق القدم من الأسفل ليمنع حدوث الاعتلال العصبي في بعض مناطق أسفل القدم. ولأن الرؤية شركة فرد الطلابية هي خلق نمط حياة صحي، فقد خصصت بعض المميزات الموجودة في هذا النظام الذي يستهدف مصابي أو الناس التي تعاني من السمنة، مثل جهاز قياس الوزن وقياس مستوى تشبع الدم بالأكسجين ومستوى نبضات القلب وبعض المميزات الأخرى التي تخلق نمط حياة صحي للمستخدم. تطبيق فردة يحتوي على البيانات المأخوذة من الحذاء وتنعرض في التطبيق، ويحتوي أيضاً على تمارين دورية تساعد المستخدم على قضاء يوم صحي. من أهم الخصائص اللي بتكون موجودة في التطبيق الخريطة، يقدر المستخدم يشوف المسار اللي يمشي فيه، التصوير يقدر المستخدم يصور المكان اللي يمارس فيه الرياضة، وأيضاً الإكسبلور راح تنعرض فيه الإعلانات والعروض اللي تجي من الشركات، وأيضاً راح يكون في دردشة يقدر مريض السكري يتواصل مع مريض سكري آخر. تخصص الجانب الطبي في إجراء الأبحاث العلمية، حيث في بداية المشوار قمنا بإجراء أبحاث علمية حول ما هي المستشعرات التي يمكن وضعها في القدم والتي سوف تعطي نتائج صحيحة حول حالة الجسد. ثم بعد ذلك قمنا بإجراء أبحاث حول الأماكن المناسبة لوضع هذه المستشعرات والتي سوف تعطي النتائج الدقيقة. ثم أكملنا بحثنا العلمي حول مرض السكري وأهم مضاعفاته. ومن أبرز مضاعفات مرض السكري ما يسمى بالغرغرينة، حيث يفقد المريض القدرة على الإحساس في قدمه، فبالتالي يؤدي هذا إلى بتر قدمه أو قدميه كلتيهما. فقمنا بإضافة بعض المميزات إلى منتجنا أو إلى الحذاء تجنب المريض هذه المضاعفات، وقمنا بمناقشة هذه المميزات وهذه المستشعرات مع مختصين وأطباء من قسم طب الأقدام ومن قسم مرض السكري. ثم أخيراً قمنا بمقارنة النتائج التي حصلنا عليها من هذه المستشعرات مع الأجهزة المتطورة والموجودة في القطاع الصحي.
الجانب الهندسي في شركة فردة هو مرتبط بالجانب الطبي، بحيث قمنا بالبحث عن القطع المناسبة التي تمكننا من أخذ القياسات المطلوبة. من ضمن هذه القطع هي مستشعرات الحركة والوزن والحرارة، وأيضاً مستشعرات لنبض القلب ومستوى الأكسجين في الدم. بعد تجميع هذه القطع قمنا بربط هذه القطع مع بعضها البعض للوصول إلى آخر مرحلة، وهي مرحلة البرمجة. في مرحلة البرمجة قمنا في مرحلة البرمجة يتم إعطاء الأوامر لهذه المستشعرات لأخذ القراءات المطلوبة منها. تم ربط الحذاء بالإنترنت من خلال عرض القراءات وإرسال التنبيهات للمستخدم باستخدام تطبيق فردة. أيضاً قمنا باختيار أفضل القطع لأخذ أدق معلومات لإعطاء المستخدم قراءات واقعية. واجهنا عدة صعوبات، من ضمنها عدم توفر القطع أو صعوبة توفر القطع في ظل الظروف الراهنة. أيضاً نقطة أخرى هي أن عدم وجود مبرمج متخصص في مجال البرمجة. ولأن رؤيتنا هي إيجاد حلول صحية ذكية، لن يقتصر الأمر على الحذاء، وإنما لتطوير وإيجاد مميزات إضافية تخدم هذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد حلول إضافية ومنتجات مكملة لهذا المجال.